السلام عليكم متتبعي القناة زراعة خطوة خطوة، مرحبا بكم مرة أخرى. موضوع اليوم أو حلقة اليوم التي سوف نتطرق إليها عن طريق تذكرة التين أو زراعة شجرة التين بصفة عامة، وهي الطريقة التي سوف نقوم بها وهي طريقة الترقيع الهوائي، وهي أسرع طريقة وأنجح طريقة من أجل الحصول على شجرة التين في أسرع وقت ممكن. كما ترون معي، هذه هي الجذور التي تكون بالأسفل الشجرة التي سوف نقوم عليها العملية، وهي طريقة بسيطة جدا ولا تتطلب كثير كما أشرنا، وهي طريقة جد سريعة تعطينا شجرة التين بسرعة وتقلل علينا الوقت، وهي طريقة الترقية الهوائي. كما ترون، هذا هو الشيء الذي سوف نقوم بالتجربة عليه. أول شيء على الجدر أن يكون على الأقل أوصل لدرجة نمو على الأقل سنة أو 10 أشهر فما فوق، ولا يتعدى سنة. هذا سوف نحتاج إلى إناء بلاستيكي على هذا الشكل، سواء أن يكون بمنزل أو مستعمل، أو إذا ما أردت أن تستعمله سواء مستعمل أو يكون عندك في المنزل. كما ترون، سيكون من الأسفل فارغ لثقوب، ونقوم بقسمه إلى قسمين ونقوم بوضعه مباشرة. كما ترون، أسفل الجذع الذي سوف نقوم عليه، أول شيء نقوم بإزالة الغطاء الأوراق، ونضع مباشرة الإناء البلاستيكي هذا الشكل، تكون فجوة في الجانب هذا الشكل، هذا الشكل، تلك المنطقة التي سوف نقوم بوضع داخلها إناء بإضافة إليه تربة أو سماد لكي تنبت لنا جذور في هذا المكان. وهي طريقة ناجحة 100% ومضمونة في 100%، وبتعرف سرعة في النمو. وعندما سوف نقوم بوضع التربة نقوم بسقيها مرة واحدة، ومن ثم نتركها لنفسها. كما ترون، الجذع ما زال متصلة مع الشجرة، فهو يتغذى منها. وهذه الطريقة كما أشرت طريقة ناجحة 100%، لأنه يعتمد على شجرة الأم، مما يوفر لنا جذور. ونقوم باستئصال الجذع مباشرة بعد حذف الإناء البلاستيكي. كما ترون، نضع التربة هذا الشكل، ونقوم بسقيها مرة واحدة لكي تنبت لنا الجذور. هي طريقة سهلة جدا، ويمكن استعمالها طيلة السنة، وليست لديها شهر محدد أو فصل محدد، طيلة يمكنك استعمالها، وهي طريقة ناجحة 100% على هذا الشكل. يمكن استعمالها في أي فصل من الفصول على هذا الشكل. نقوم بسقيها جيدا بالماء، لأنني لم أقم بسقيها، حاول أن تقوم بسقيها في المرة الأولى بالماء جيدا هذا الشكل. بعد مرور شهر أو شهر ونصف يكون قد أنبتت لنا جذور، نقوم بقطفها وزرعها مباشرة في مكانها مخصص هذا الشكل، ونتركها فقط. هذه العملية وهي سهلة جدا. أتمنى الفيديو أن ينال إعجابكم والاشتراك في القناة. أي تساؤل أي استفسار خلوه لي في كومنتر، وبالتوفيق وشكرا.